كل من قام وساهم في أداء الهيئة بإخلاص وتفاني من أجل خدمة الناس ورضا الناس وسعادة الناس. بصراحة هذا التكريم يعطينا حافز أكثر للعطاء أكثر في هيئة صحة دبي. سعيد اليوم بتواجدي صراحة للتكريم لمرور 15 عام لعملي في هيئة الصحة، وكلي فخر أني أكون من فريق عمل هيئة صحة دبي. بالنسبة لنا مثابة بيت، ما نحس مكان عمل، نحس كأنه بيت. الزملاء اللي ويانا كأنهم أهل أخوان.